كشعب تما انا المرار كنكرههم من عند ربي نكرههم، ومشي غير انا، الشعب الجزائري كاع يكره المروك. خاصه يعني مستشفى الخروب اللي راه يعاني من نقص حاد في الاكسجين، انقطاع التيار الكهربائي، يعني احنا عانينا من كابوس كبير هناك. ما خبزك شوف الخبز كيفاش في زد، رانا من الصباح ونحن نعانوا من 8 تاع الصباح، من 8 تاع الصباح الخبز ما كانش، وفاز اللي كان هذا هنا في الشريوات وكان في البترال هي، وكان اللي طيشناه عملناه في المشكر وطيشناه، فهمت؟ لا حالات الا من تنادي، عيطنا قال لك انا الزوابع تاع التراب ما قدرناش نتحرك وما قدرناش نخدموا، انا قاعد انا تو قاعد نستنوا في التريسيتي. 26 28 طون. ما يفوتوش 30 طون يحوسوا في لي بوبال، دورت وتي وهربت ما نجمتش. وانت في الفوتبول تصرف دي مليار دي فايده من المليار وجو نسي با كوا. شوف لاشان على الزيت، قال لك الزيت راهي متواجده ومتوفره في الاسواق. شوف رانا في ولايه الجلفه، شوف لاشان، شوف لاشان على الزيت، شوف حسبنا الله ونعم الوكيل، شوف.